عندنا منهج، والمنهج ده معتبر ومحترم، اسمه منهج الشك. ومنهج الشك بيبيح للإنسان أن يفعل هذا، لكن ربنا سبحانه وتعالى علمنا أمور يجب علينا أن نلتفت إليها في منهج الشك حتى لا يتحول إلى تشكيك. فهناك فارق كبير جدا بين الشك وبين التشكيك. في الشك اسأل يا أخي، فالسؤال مفتاح العلم. اقرأ، اتعلم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. العلم لا يعرفه الكلمة الأخيرة، اوعى تغتر بنفسك انك انت عرفت خلاص. وفوق كل ذي علم عليم. العلم دائما، ولا بارك الله في يوم لم أزدد فيه إلا علما. وفي الدعاء بقى، وقل ربي زدني علما، هقولها إمتى دي؟ على طول. يبقى إذن أنا بطلب زيادة العلم مع التواضع، حيث إنني أعلم أن كل ما حصلت من علم فهناك من هو أعلم مني، كل ما حصلت من علم فهناك من هو أعلم مني. ولذلك هذه هي قصة الخضر مع موسى، إن موسى كلم الله موحى إليه، يعني انكشفت له من الأسرار ومن العلوم ما الله به عليم، عرف كل حاجة. وبالرغم من هذه المعرفة إلا أن الله سبحانه وتعالى أرسل له عبدا من عباده يفعل أشياء بتلك التجارب الثلاثة التي فعلها معه، ويبين له إنه لسه بدري عليه، وفوق كل ذي علم عليم. إذن فالعلم لا يعرف الكلمات الأخيرة، ولا بد من المزيد. وهنا ينزل قوله تعالى الذي يدل بدلالة استقلالية على نفسه، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يبقى إذن ما فيش مانع من منهج الشك. أنا الكلمة دي عايز أفهم معناها، طب وهي معناها كذا، طب يبقى ما يتولد سؤال تاني وسؤال تالت وسؤال رابع. يا تقرأ، يا تسأل، يا تتعلم، يا تصبر على تحصيل العلم إلى آخره. فده منهج الشك، ومنهج الشك معتبر. الإمام الغزالي في الأمور الدينية مولانا، ما احنا عندنا حاجة الأوامر الدينية، يعني ما هو يعني ما فيش فرق بين الدين والدنيا. آه، ما فيش فرق بين الدين والدنيا، ده كتاب الله المسطور وده كتاب الله المنظور. ما فيش فرق ما بين الدين والدنيا، لأن أنا أريد أن يطمئن قلبي بالإيمان. تمام. منهج الشك ربنا ذكره لنا في قصة إبراهيم. أيوه. واخد بالك؟ وفي قصة موسى. طيب. أرني أنظر إليك. إزاي يعني تنظر إليه إزاي؟ عايز يطمئن قلبه. فالشك كده، الشك ده هو، ده شك منهجي. شك منهجي. آه. ملوش دعوة بالإيمان، أنا مؤمن بس عايز أفهم. أنا مؤمن ولكن أريد أن يزداد إيماني. أنا مؤمن ولكن أريد أن يستقر إيماني. ولذلك ده بنسميها إيه؟ الأسئلة التحضيرية. يجي في ذهني كده، طب افرض واحد ملحد قال لك يا ولا إنه كذا وكذا وكذا، سؤال، ومعنى كده ان انا متشكك في وجود الله زي الملحد ده؟ ابدا. ده انا بستحضر هذا السؤال، ولذلك سموه التحضيرية، علشان اعرف الاجابة بتاعته. ساعات اعرف فورا، طب ما الاجابة كذا، وساعات ما اعرفش، يبقى ده سؤال معلق لازم ابحث عنه، لازم اوصل لاجابته، ولازم يطمئن قلبي فيه انه فعلا المنهج بيؤدي الى انه فين الحق في الحتة دي وكده، ما يبقى ظني مش قطعي، ما يبقى كذا الى اخره. اما بقى التشكيك، وده بقى اللي احنا بنشوفه ليل نهار عند هذه الطائفة التي لا تمتثل للمنهج، ده يريد ان يشكك العوام لانه يريد ان يحملهم حملا على رأيه. يبقى ده ارهاب فكري بقى.
ده ما هوش تفكير مستقيم، ده بيحاول انه يضحك على الناس، انه يخادع الناس، مش انه يدعو الناس للتفكير، ده بيدعو الناس لمجرد الانكار. نعم. انكر المعلوم، انكر الثوابت، انكر اللي انت عارفه، وحينئذ تبقى جدع. لا، مش جدعانة، ده تشكيك. وهناك فارق ما بين التشكيك كما بين السماء والأرض، ما بين التشكيك وبين الشك، فالشك مقبول والتشكيك غير مقبول.